مساء الخير، مساء الخير مشاهد، مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بيكم في أولى حلقات برنامج حلمك علينا. برنامج حلمك علينا برنامج خاص بتفسير الأحلام والرؤى. عايز أقول إن تفسير الأحلام والرؤى هو علم قديم جدا، يرجع لعام 1401 من عهد الفراعنة، فكانوا بيلجأوا للكهنة في تفسير الأحلام. النهاردة هيكون معايا ضيفتي الأستاذة إيمان شيخون، مفسرة الأحلام والرؤى. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. بداية عايزين حضرتك تفسر لنا مع يعني الفرق بين الحلم والرؤية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. أولا ازاي حضرتك، وأنا سعيدة أن أنا معاكي، منورانا. ربنا يخليك. ثانيا الحلم والرؤية، الحقيقة أن طبعا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أن الحلم من الشيطان، أما الرؤى فهي من عند الله. تمام، فالحديث واضح وصريح، لكن لو حبينا نوضح للمشاهد ايه الفرق بين الحلم والرؤية، يعني انا اعرف منين اذا كان اللي انا شفته ده حلم او خاطرة نفس ولا هو رؤية صحيحة ويتم تفسيرها. تمام، اولا الحلم نفسه بينقسم لحاجتين، اما تمام. انه بيكون فعلا حلم شيطاني، وبيكون الشيطان يعني ربنا قال في كتابه العزيز ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فيبقى قاصد من انه هو يوريك حلم معين، ودايما بتكون احلام محزنه، لان هو الشيطان دوره في الحياه انه يخليك دايما حزين، حزين دايما عايش ومكتئب. في كرب، دايما يعني ناقم على الدنيا وما فيها. تمام، فده نعرف منه انه ده حلم شيطاني. تمام، لانه بيخليني حزين مكتئب، وممكن تلاقيه من غير سبب، واوقات تلاقيه حديث نفس، وده شغل بقى العقل اللاواعي اللي هو العقل الباطن، حاجه حصلت طول النهار فشفتها في الحلم، اتخانقت انا وصاحبتي فكان نفسي مثلا في الشغل بلاش صاحبتي، يعني اتخانقت انا واي الأحداث حد اليومية اللي أنا بمر بيها بتأثر عليا. بالظبط جدا، وبيختزنها العقل الباطن او اللاواعي، الشعور اللاواعي جوه العقل. تمام، فيجي ممكن يخليك بالليل وانت نايمه تحلمي بكل الحاجات اللي حصلت بالنهار، او كان نفسك تعمليها وما عملتيهاش، ده بيبقى حلم وليس له تفسير وليس له أي تفسير. خالص، غير انه اما انه حديث نفس، واما اني ابقى متقنه بان الشيطان عاوز يخليني حزينه، عاوز يخليني كئيبه، لازم اعرف ده، والايه صريحه. تمام. اما الرؤى فبتنقسم لحاجتين، اما انها رؤى ظاهره وواضحه جدا، ودي بتكون الرؤى الصادقه، بمعنى ان انا شفت نفسي بحج، فتتفسر الرؤيه زي ما شفتها ان انا في الحج. انا عايزه بس استوقفك، في ناس اتفضل. بتشوف حلم بالليل والصبح يتحقق الحلم ده او الرؤيه دي اه الصبح على طول، دول يعني بيبقوا ايه بقى؟ يعني هل صلاح في الدين ولا بصي، هو اولا عايزين نقول ان في حاجه اسمها تخاطر. تمام، فبس عشان ما ندخلش الجزئيتين في بعض، في ناس بيبقى عندها التخاطر عالي جدا، تمام. فبتحس بوقوع الحدث قبل وقوعه، بتشوفه في رؤيه، بتحس بيه، ممكن تشوفيه وانت صاحيه، تحس بيه كانه شيء حصل قدام عينيكي، فبتصبحي صبح بتلاقيه. تمام، اما دي حاجه، والرؤيه الصادقه الصالحه اللي انا قلتها دلوقتي ان حضرتك تشوفي حاجه في الحلم فبتتحقق زي ما هي، دي بقى تتحقق الصبح، تتحقق بعد فتره زي ما هي بتتحقق، وفي رؤيه بيبقى ليها رموز، وهنا بتلجئي لمفسر الرؤى، تقولي له انا شفت حاجه بس مش عارفه معناها ايه. هنا تمام. بقى مفسر الرؤى دوره بان هو بيفسر لحضرتك الرؤيه. في ناس بتتجه لكتب تفسير الاحلام، كتب تفسير الاحلام مش معموله للجمهور. لا، هو عوام الناس، يعني انا شفت حلم او رؤيه وصحيت الصبح منزعجه، اه فبدور ادخل على على اي جوجل، حد ادخل بسرعه اه يديني تفسير. انا بس تمام بالنسبه للجزئيه دي، اتفضل. دلوقتي انا لو شفت حلم او رؤيه او اي انسان، لمين اتجه؟ لمين اسال؟ يعني اروح لمين؟ تمام، اولا مش لاي حد، يعني مش اي حد يدعي بانه مفسر رؤى اروح له. الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة قال والسلام. ان لا تروى الرؤى الا لمن احببت، وده اكيد كان له غايه. ايه هي الغايه؟ ان رؤيتك ممكن يكون فيها خير. طب هل يا ترى اللي هيفسر لك الرؤيه ده، اللي هو مجرد انك عارفه ان هو بيفسر لك الرؤيه، هل انت عارفه ان هو بيحبك وبيحب لك الخير؟ الرؤيه ما اعرفش معلقه بقى. على رجل طائر، اذا هي اولت وقعت. يعني ايه وقعت؟ يعني وقع التفسير. تمام، طب افرض انا ما بحبكيش، يعني التفسير الأولي أيا يقع كان. بإجماع جميع المفسرين، التفسير الأولي يقع. في ناس حتى لو كان اختلفوا خطأ، حتى لو كان خطأ، دي مشكلة. ولذلك هنا
تلجئي لمفسر الرؤى اللي يكون واثق. هو مفسر الرؤى في شروط لازم تكون موجوده في الشخص اللي بيفسر الرؤى. ايه بقى الشروط اللي هي يعني تكون مثلا موجوده؟ اولا لازم يكون عنده على الاقل الحد الادنى من المعرفه بالامور الفقهيه، تمام. لازم يكون على علم وحفظ للقرآن الكريم، لأن معظم تفسيرات الرؤى حضرتك بتستنبطيها وبتطلعي تفسيراتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فإذا كان ولذلك على فكرة علم تفسير الرؤى أول من أوله واختص بيه كان سيدنا يوسف، تمام. وكان قبلها الكهنة، حتى الكهنة لما اعتمدوا على التفسير كان عندهم إله سموه إله الأحلام. إله الأحلام، وكانوا بيسموه إله الأحلام السعيدة، وكانوا بيسموه بس. الإله بس عند الفراعنة هو الإله يعني هم بيعتمدوا عليه في تفسير رؤياهم السعيدة، وكانوا دايما يطلبوا منه، عاملين له نمط، كانوا يطلبوا منه إن احنا النهاردة تكون أحلامنا سعيدة، تمام. فإذا في جزئية المفسر لازم يكون عنده الحاجات دي، لازم يكون على دراية بالقرآن الكريم، لازم يكون على دراية بالفقه والأحكام الفرعية في بعض الأوقات، لازم يكون على دراية بفك رموز شفرة الحلم، وإلا مش هعرف أفسره لك. كمان في حاجة تانية، لازم يكون على دراية بالمجتمع اللي بفسر فيه الحلم، لأن طبعا لأن بمعنى المجتمع اللي انا فيه، هل لو في هقول احداث لحضرتك او في بالظبط كده حروب معرفه او بالاحداث، منازعات، واحيانا كل ده بتكون بيأثر. طبعا واحيانا بتكون معرفه بالشخص نفسه. يعني ابن سيرين راح له اتنين والاتنين قالوا نفس الرؤيه، واحد شاف نفسه بيؤذن والاخر شاف نفسه بيؤذن. قال الواحد فيهم انك يعني سترزق رزق عظيم او هتحج، وقال للتاني تسرق وتقطع يديك. فلما الناس اللي كانوا قاعدين سالوا يعني طب ايه الفرق بين ده هيحج وده هتتقطع ايده، قال رايت في وجه احدهم صلاح، ابتسامته ابتسامه طيبه، والاخر كانت ابتسامته ابتسامه خفيفه. فهو هنا اعتمد على الاشخاص في التفسير. فإذا لازم تكوني على علم بأنتي بتفسري لمين، ولذلك بنسأل عن الظروف، بنسأل عن الجنس، عن الحالة الاجتماعية، لأن ما يفسر للمرأة المتزوجة ليس كما يفسر للآنسة، ليس كما يفسر للرجل، مش وإن عايزة تشابهت بعض أقطعك بس الأحداث. معايا اتصال. ألو تفضلي. أيوه السلام عليكم. عرفي عن نفسك مين معايا؟ عليكم السلام. عبد محمد. طب أم اتفضلي محمد. اتفضلي يا أم محمد، قولي الرؤية بتاعتك للأستاذة إيمان. أنا معايا ابن متوفى عنده 12 سنة. ايوه معايا متوفي عنده 12 سنه، توفي يعني السنه دي. الله يرحمه. فاول يوم توفى فيه يعني واتدفن، حلمت بيه ان هو طاير في السماء وباجنحه بيضه وطاير وبيضحك وراه حمام ابيض، هو الاول وحمام وراه. تمام. وحلم الثاني كل مره يجي اخته اصغر منه بسنه يجي لها يقول لها انا، تقول له ارجع يا محمد، يقول لها انا في الجنه، أنا في الجنة يا جنة، أنا في الجنة، أنا النبي عليه الصلاة والسلام بأبويا وربنا وكيلي. تقول له ارجع يا محمد، يقول له سيب النعيم اللي فيه أرجع تاني. كل ما يجي يقول على كده، لحد في مرة جالها برضه في حلم، قال لها أنت كل شوية تقولي لي ارجع ارجع، طب تعالى أنا أوريكي أنا قاعد إزاي. وراها دخلها قصر بتاعه، السرير عبارة عن ذهب، المخدات ذهب، الفرشة بتاعته ذهب، وهدوم غالية خالص يعني قيمة جدا جدا، ومكان حلو جو جو، وبعد كده رجعها مكانها تاني وقال لها عشان ما تقوليش ارجع تاني. ما شاء الله ما شاء الله. هو كده. فكل مره ما يجي، انا برضه مره حلمت، انا نفس المره حلمت بيه يا محمد لما قفلنا عليك القبر يا ابويا، وقلت ايه للملكين؟ قال انا ما قلتش، انا النبي عليه الصلاه والسلام جاني رد مكان، رد سال الملكين وخدني معاه، وانا دخلت معاه في الجامع، في الجنه بصلي معاه في الجامع في كل وقت، نقرا القران ويصلي معانا كل وقت في اليوم، وجارينا قران. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابن شكرا يا ام محمد، كم اشكرك سنة جدا. اتفضل يا كم استاذ. سنه؟ 12 سنه. تمام. هنا احنا بنفسر رؤيه صبي، تمام. يعني هو كان صغير السن، مش زي الشباب لم يلتحق، يعني ما بقاش كبير، ما عداش سن المراهقه، اعتقد كان في اوائله. اولا الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. رؤيه الميت في كل احواله حق، لان الاموات في دار الحق ونحن في دار الباطل اللي هي الدنيا. فهو رؤياه عامه رؤيه الميت حق، واي حاجه بيبلغك بيها سواء نصيحه تتبع، وصيه يستحسن انك يعني تستخدميها في حياتك او تصدقيها، ولو طلب منك طلب واجب تنفيذه،
لان بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ده بخصوص رؤيا الاموات عموما. اما بخصوص الرؤيا اللي احنا بنشوفها، اولا هي رؤيات كلها مبشره بالخير الحمد لله. يعني في الرؤيا الاولانيه بعد وفاته بيوم واحد، تمام، هي والدته حلمت بانه هو في الجنه او طاير، صح كده، قال الطاير بجناحاته وراح حمام، تمام. دي بشرى بصلاح احواله وبارتفاع منزلته في السماء. يعني رؤيا الميت على هذا الحال هي بشرى بصلاح المكانه اللي هو فيها، تمام. واضح جدا كمان على فكره الاموات في الحياه البرزخيه بيحسوا بالاحياء وبيشوفوهم، فهو حاسس بحزنهم عليه، فكل شويه بيبعت لهم رساله بيطمنهم عليه. يعني في الرؤيه الثانيه والدته ما شافته سالته وقال لها انا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق، سواء بالسيره او بالكلام. الشيطان لا ياتي في هيئه الرسول عليه الصلاه والسلام. بالظبط كده، من راني فقد راني، ان الشيطان لا يتشبه بي. فاذا هو بيطمنها ان هو في مكانه عاليه. دي بشرى عظيمه. طبعا طبعا في بشرى عظيمه، وبيريح قلبها هي كأم لما تسمع ده ترتاح، فبيعوضها. الرؤية الثالثة اللي قالتها ان هو اخدها القصر بتاعه، نفس الرسالة، الرسالة واحدة في الثلاث رؤيات، ان هو عايز يبين لهم ان انا في مكان احسن، ان هو في نعيم. بالظبط كده، وتخفيف برضو للحزن. من الحاجات الكويسة في الرؤى والاحلام، الرؤى اما انها مبشرات واما انها اشياء بتنذرك بوقوع حدث، وده من فضل ربنا علينا. ليه بقى يا استاذة سحر؟ لان احنا مش بنسمع عن موت الفجأة، ومش بنسمع ان فلان مات من الفجأة، فانت الله مات ازاي من الفجأة، ده كان فرحان جدا. ما هي صدمة الفرحة شبه صدمة الحزن بالظبط. انا ممكن اموت من الفرحة زي ما في ناس بتموت من الحزن. تمام، معلش معايا اتصال. الو، استاذة هدى. استاذة هدى من القاهرة، اتفضلي. وعليكم السلام، اتفضلي اتفضلي، قولي الرؤية بتاعتك للاستاذة ايمان. انا حلمت، انا كنت مرتبطة بواحد وحلمت بيه ان انا رحت المكان بتاع شغله ولقيت عنده موز، فانا اكلت منه واديت واحده معايا انا كنت عارفه في الحلم. فالمهم انا بعد ما اكلته كده شديت معاه في الكلام، ورحت ايه قربت اطلع تجري، فهجري ورايا، فجاي يقول لي مالك مالك، فقلت له ما فيش. المهم ما سيبنيش ان انا اروح زعلانه. ده اول حلم. ثاني حلم حلمت بيه وباخواته الاثنين، ان واحد من اخواته بيمسح له دموعه وبيبوسه، فبقول له ما تزعلش. فهو راح جه، فانا اديته سلسله، فبشوفه هو لابسها ولا لا، فلقيته لابسها. فجي قعد على رجلي، فجي سمحت رجعت تاني، فراح قعد بس قاعد زعلان بس. وهي شكرا يا استاذه هدى. طب بس هي في استفسار عايز تساليه عليه؟ طب انت لسه مرتبطه بيه ولا سبتيه يا استاذه هدى؟ لا سبته. سبتيه؟ طيب شكرا. ماشي، شكرا يا استاذه هدى، اتفضلي فسري الحلم. الحقيقه ان الحلمين حديث نفس، بس هي من كتر تفكيرها فيه فهي كانت ترغب بالخير. يعني في الرؤيه الاولانيه هي اكلت الموز، اولا الموز من فواكه الجنه، هي حاجه كويسه، بس لو لاحظتي الموز سريع الهضم. يعني هي علاقه سريعه الهضم، يعني يمكن يكون ربنا حب يديها يعني رمز صغير. تمام، في رؤى اخرى الموز رمز للسماحه ورمز للرزق ورمز للسعاده، لكن هنا لا. الحلم الثاني حديث نفس صرف من كتر تفكيرها في الموضوع، وهي تتمنى ان هو يكون حزين عليها، وهي كانت هتعيط وهي بتتكلم. يعني متأثرة، انت اللي حزينة. متأثرة حتى وهي بتتكلم. بالظبط كده، فده الحلمين حديث نفس من كتر تفكيرها في الموضوع. ربنا يعوضها خير. هو ده بقى خير. عقل الباطن. آمين ربنا يا رب، ربنا يرزقك بأحسن منه إن شاء الله. إن شاء الله. الوقت أنا عايز أسألك عن طبعًا الاكتئاب مرض العصر، والناس كلها عندها اكتئاب ونفسيتها تعبانة ومتضايقة. الاكتئاب اللي إحنا فيه ده هل بيأثر على نوعية الأحلام اللي أنا بشوفها؟ طبعًا. طبعا هنا بقى دور العقل اللاواعي اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقه. هنا العقل اللاواعي شغال معاها 48 قراط مش 24، لان هي تكتئب بالنهار وهو يقوم بدوره بالليل. يعني اكتئاب، علشان كده بنقول يا جماعه ما تسيبوش نفسكم للاكتئاب. اولا بس نقول حاجه، هو اعرف منين ان اللي قدامي ده مكتئب ولا لا؟ من تصرفاته، وتلاقيه طول الوقت نظرته للحياه نظره سلبيه، وطول الوقت شايف، بالظبط طول الوقت شايف ان ده ملوش لازمه، وده مش هينجح، وده ومهما تعمل يا ابني ما فيش فايده، كلنا رايحين. هستوقفك ونرجع تاني لان معايا اتصال. الو، استاذه اميره من هنا، اتفضلي.
مساء السلام الخير. عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. ممكن اتكلم في ست الاحلام؟ اتفضلي، احنا اتفضلي منتظرينك، اتفضلي. هو انا عندي حلم، انا اتفضلي. حلمت انه في تعبان طويل قوي ولونه اسود، واخويا جه عشان يقتله ما قدرش عليه، واشتغلنا نضرب فيه مرضش يموت خالص، ورحت بعدين طلعت مرة تانية ولقيت فيه ناس كتير ولونه أسود كله، وفي راجل بدقن واقف أبيض جدا، وراح أخويا قال لي أنا مش هقتله دلوقتي وبس. في حاجة عايزة طيب، تسألي عليها يا أستاذة إيمان قبل ما هي لا تقفل؟ انت عندك كام سنة يا أستاذة؟ 16. 16. شكرا. صغيرة جدا. صغيرة جدا، شكرا يا أستاذة، اتفضلي يا إيمان. ورغم انها صغيرة جدا الا ان الرؤية واضحة، هي بيتربص بيها شخص عدو، يعني احذري منه. وعلى فكرة العيلة عندك او هي نفسها على علم بهذا الرجل، او هو رجل. لأن أخوها بيقول لها أنا إيه، انا هقتله بس كمان بس مش شوية. دلوقتي، آه لانه هو اقوى منه، يعني هما بيحذروا من عدو قريب وقوي. تمام. اما بخصوص الراجل اللي ابيض جدا و مين بقى الرمز ده؟ لا، هنا بقى البيئة اللي بتقول ان انا شفت تعبان، يبقى معمول لي تفسير عمل. بعيد جدا. الراجل الابيض ده يعني اي حد يسمع يقول لك ده ابوها ده مثلا. ابوها، ده الشيخ الفلاني جاي يحرسني، ده مش عارف الولي مين. هنا البيئة، هنا علشان كده مشكورين بيوضحوا لك اللي بيتصل بيتصل من فين. تمام. تمام. فالراجل الابيض ده رمز الحاجة، ان هم عندهم في العيلة بيفكروا في ان البنت دي معمول لها عمل. هي البنت دي حالها واقف ليه؟ هي شوف شاب التعبان ده، حد مش عارف، ده لاقي لنا مية على عتبة الباب معايا. فهنا البيئة، لا الشخص ده بعيد خالص عن الحلم. هو الحلم بيقول ان في عدو قوي، انتوا على معرفة بيه، انتوا عارفين هو مين، تنصحيها بإيه بقى بسرعة كده عشان في اتصال تاني؟ بسرعة جدا تحذري منه، لو عارفاه ابتعدي عنه قدر الامكان. تمام، معانا اتصال أستاذ محمود من المنوفية. مساء الخير أستاذ محمود. مساء النور، وبصراحة أنا حابب أشكركم على البرنامج الجميل ده. تسلم تسلم يا فندم، شكرا. ونفسي أسأل الدكتورة عن الجاسوم. اتفضل. كتير بنسمع عن كلمة الجاسوم لكن مش عارفين معناها، وبنشوف حاجات غريبة، فلو توضحها لنا يبقى كتر خيرها، لأن ده بيأثر على منامات كتيرة يعني. تمام تمام حاضر، شكرا شكرا لاتصالك. يا فندم. الجاسوم ده هو ده بقى اللي بجد مرض العصر، مش الاكتئاب. يمكن الاكتئاب واضح، لكن الجاسوم مش اي حد هتعرفي ان هو عنده جاسوم. الجاسوم ده هو عبارة عن شلل بيجي اثناء النوم للشخص، وممكن يحصل وانت صاحية بس مستلقية واخدة وضع النوم. الجاسوم ده بيبقى حاجة بتشل كل الأعصاب، يعني عارفة بتقولي أنا جالي كابوس وكان مكتفني. طب ده بيجي فجأة ولا بيبقى ليه الأول مؤشرات إن الإنسان تعبان؟ لا، له أسباب. ليه لا له أسباب؟ أسباب، وساعات بيجي فجأة، لكن في الغالب ب 90% له أسباب. فهو الأول أعراضه هو بيحس بإيه. الجاسوم ده عبارة عن، أستاذ محمود، الجاسوم ده عبارة عن حاجة اسمها الشلل النومي. أنا بتشل وأنا نايمة وبتربط، بفقد القدرة على التحرك تماما. الحاجة الوحيدة اللي بتتحرك هي عقلي إذا كنت واعي. وطول الوقت بتحس إن أنا في خيال، في ظل، في حد واقف على دماغي، في حد هيموتني. ده ايه بقى ده؟ كأن في سحر. ده كأن في سحر. اه برافو عليك. لما اه بيحصل الحاجات دي الناس بتتداخل عنها، عندها الأمور. هو أنا مسحور؟ هو أنا كان واقف على دماغي جن؟ هو هنا بتتداخل الامور، لانها شبيهه باعراض السحر والتسليط في بعض الاحيان. تمام. تمام. لكن هنا هو بيسال عن الجاسوم اللي هو الشلل النومي. حضرتك سالتي مشكوره عن اسبابه. اسبابه كتير. اسبابه الاكتئاب، واسمه حتى مش جاسوم، متداول، الاسم حتى مش معروف، مع انه صعب وبيحصل لناس كتير، بس الناس ما بتعرفش تقول. يقول لك انا جالي كابوس صعب قوي امبارح، انا حسيت امبارح ان انا بتشل وانا نايمه. طب احنا نعمل ايه لو جالنا الاحساس ده؟ بقدر الامكان حاول تحرك لسانك. استوقفك معلش. الو. اتفضل. الو، ام محمود، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ ايوه طبعا، الدكتوره معاكي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا شفت منام ان انا في ايدي اليمين طالع من كفه ايدي ثلاث عيدان ذره. ما شاء الله. تمام، اتفضلي. واحد طالع من كفة ايدي مطلع عود صغير، ووقف معايا ثلاث رجالة ومنهم جوزي.
تمام. فبصيت استغربت من المنام، وبصيت لقيت العود شدته من ايدي ومطلع من خرم صغير كده. فبصيت لقيت التانيين نايمين في كفة ايدي من جوه. تمام. قمت من المنام مفزوعة، كان الفجر. تمام. لقيت قرآن الفجر جوه. خير ان شاء الله. عندك اولاد يا ام محمود؟ عندي محمود وبسنت. محمود بسنت، يعني وابشري ان شاء الله بان يكون في ولدين لاخوات محمود ان شاء الله. بشرة خير يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. كف الايد والاصابع بالتحديد دائما لما بيكون عدد معروف هو بيبقى الاولاد. طب الدورة ايه بقى يعني؟ ده معناه انهم ان شاء الله نحسبهم على خير، واللي طلع وفرع ده ان شاء الله نحسبه على خير ويكون حافظ للقران الكريم ان شاء الله. ان شاء الله. بشرة عظيمة يعني. ولسه في اتنين مستخبين، فان شاء الله ربنا بيبشرها، يا توأم يا جايين ورا بعض ان شاء الله. ان شاء الله ويكونوا صالحين على خطى محمود ان شاء الله. باذن ان شاء الله. عايز اسال حضرتك دايما الرؤية هل هي فك رموز ولا فتوى؟ لان سيدنا يوسف عليه السلام لما سالوا اصحابه اللي في السجن عن الرؤية اللي شافوه بعد ما هو قال لهم بعد ما فسر الحلم قال لهم ايه؟ قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تمام. هي هنا بقى هل هي فتوى ولا مجرد فك رموز؟ لا، هو الاول بس علشان الناس بيختلط بينها الكلام ويقول لك طب ده مفسر احلام ماله مال الفتوى، وفي حد تاني يقول لك انت بتفسري احلام، طب هو انت بتفهمي في الافتاء، انت مفتيه؟ هو هنا المعنى في كلمه الامر الذي فيه تستفتيان، وفي ايه اخرى افتنا. تمام. الكلمه تكررت بالظبط كده. هنا الكلمه هنا محطوطه وده الاعجاز في القران الكريم. تمام. ولان اللغه العربيه لغه مرنه عظيمه. تمام. هنا الاعجاز في ان هنا بتفسري الكلمه، شوف انا قلت تفسريها. تمام. يعني بتؤوليها على المعنى. هنا المفهوم او المقصود في هذين الايتين هو التفسير والتاويل، وليس الافتاء اللي هو المعروف في حل مساله شرعيه. تمام. معنا اتصال. الو. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. بس حضرتك انا حلمت ان انا وانا حامل حلمت ان انا خلفت بنت الحمل في البيت. تمام. وحلمت ان انا خلفتها، وبعدين لما جيت اخلفها لقيت معاها اتنين ولدين. تمام. وبقول انا ازاي انا ما شفتهمش في الاشعه، دول كانوا مستخبيين فين؟ والبنت نزلت ان هي تعبانه كده فيها زي شلل في وشها، وانا برضعها وزعلت عليها جدا. وبقول انا كده بقى عندي خمس صبيان وبنت، بقى سته، ربنا يعين ابوهم عليهم. امين يا رب. وبس كده؟ خلاص. اتفضلي تفسري الرؤيه. شكرا لاتصالك. هو اولا ما دام هي حامل فكل الرؤى اللي بتشوفيها اثناء الحمل لو بتخص الحمل بتبقى حاجتين، يا اما هي هواجس عقل يعني بفكر في الحمل والتعب والولاده وهكذا. تمام. اما انها بيكون فيها رمز معين. اولا هي ان شاء الله هتكون بنت، لكن هنا الانذار بقى مش البشره، هنا الانذار في الولدين، في رساله ان البنت شويه هتنزل تعبانه مريضة لأنهم ولدين، ودايما الولد يعني مش دايما بشرة في المنام خير عكس البنت تماما، رغم ان الناس تبقى دايما متفائلة ونفسها وتلاقي خلفة الذكور يعني افضل. ده عشان بس احنا مجتمع شوية ذكوري. شوية ذكوري يعني بيميلوا لخلفة الاولاد. بيميلوا الولد. بس لكن هنا الانذار بقى في ان البنت يعني شوية نازلة، يعني ربنا هيعافيها ان شاء الله ويقومك بالسلامة، بس هي شوية نازلة عندها مشكلة صحية او كذا، وان شاء الله هتعدي على خير. ان شاء الله. ماشي. طيب دلوقتي انا عايزه خلاص معايا وقت ولا كده خلاص؟ في نهايه حلقتي بشكر ضيفتي الاستاذه ايبان شيخون على هذا اللقاء الجميل جدا، وانتظروني الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله.